يتكلم عن رجال، يتكلم عن عظماء، سيدات ورجال قدموا لهذا الوطن الكثير ولا زال عندهم الاستعداد أن يقدموا الكثير والكثير من أجل تراب هذا البلد العظيم مصر، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا فإنهم خير أجناد الأرض. قال: لما يا رسول الله؟ قال: أنهم في رباط إلى يوم القيامة. عبد الفتاح السيسي ورجاله في رباط إلى يوم القيامة. ولا ننسى مصر ورجالات مصر العظماء. إذا رجعنا إلى القرن 19 أو نهاية القرن 18 سنجد رجالات عظماء، من أول الطهطاوي حتى علي مبارك، حتى قاسم أمين، حتى محمد عبده، حتى لطفي السيد في القرن 20، حتى زكي نجيب محمود، حتى جمال عبد الناصر، حتى سعد زغلول، حتى السادات ورجالات كثيرون، حتى طلعت حرب. وفي المجال الفني نجد عبد الوهاب، نجد أم كلثوم، نجد عبد الحليم حافظ، نجد سيد درويش، نجد سلام حجازي، نجد جورج أبيض. هؤلاء العظماء، هؤلاء العظماء من بينهم طلعت حرب، الذي بنى مؤسسة بنك مصر سنة 1920، والذي بنى شركة مصر للتمثيل والسينما سنة 1934. وهذا الرجل الاقتصادي العظيم كان يعرف قيمة مصر، وكان يعرف قيمة الفن، وكان يعرف قيمة السينما، وكان يعرف البعد الاستراتيجي الحقيقي لمصر ولفن مصر ولما قدمته إلى العالم. الوطنية المصرية عليها دور كبير جداً، يجب أن تستمر. يعني كفانا عشوائيات، هذه الموجودة الجنود الوطنية بصدق وبإخلاص وبحساسية عالية جداً. مصر النهارده غير مصر امبارح. استاذ عزت، استاذ عزت.